صباح الخير يا زملاء، تابعين تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. هقدمها لكم كلمة جديدة اليوم 10 أكتوبر 2023، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات إجمالية أسعار الذهب وارتفاعات، وده راجع أكيد في المقام الأول انخفاض شهية المخاطرة نتيجة طبعا الصراعات والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بجانب أيضا التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي الفدرالي الأمريكي اللي أثرت بشكل كبير على الدولار وعائد السندات، وبالتالي طبعا زاد الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، الاداء الايجابي على مستوى اغلب المؤشرات، اداء ايجابي على الاي ام اي، تقاطع متوسطات سعر الاعلى، ثبات السعر على طبعا نقطته المحوريه عند 1855، اداء ايجابي على مؤشر الاستوكاستيك بتقاطع خطوطه الاعلى وجوده عند مستوى 20 الاكتفاء البيعي، ايضا اداء ايجابي على مؤشر الفلات ترند، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن بشرط كسر 1866 وراها 1879 واخر نقطة عند 93، مرة تانية كسر 66 وراها 79 واخر نقطة عند 93، السيناريو الاخر ومعاكس حاب كسر 1843 وراها 29 واخر نقطة عند 1814. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.